يا بنت عمي تعالي تعالي. أنا اليوم سعيد جدا لأنك شرفتيني شرفت المتواضعة. هذا الكلام تشكر عليه بنت عمك، أنا ما أستاهله. أنت تستاهلي ونص. تعالي مع الشركة علشان أعرفك بالأقسام اللي فيها. يلا. تعالي. صباح الخير. هذه عقيلة بنت عمي. أهلين. أهلا وسهلا. هذا المنسق. ها؟ أحسن استريح. تفضل استاذ تفضل. تفضلي. تفضلي يا بنت العم العزيزة. تفضلي استريحي. أنا والله أبغاك تجلسي في هذا الكرسي. بس هذا كرسيك ما يصير أنا أجلس عليه. هذا يا عقيلة كرسي الإدارة. وأنت إذا اشتغلتي معنا في هذه الشركة فأنا ما أقبل أبداً إني جلست في كرسي أقل من هذا كرسي. أنت الحين استريح واجلس على كرسي. تعالي تفضلي 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 استريحي. والله إني نورت الشركة. تفضلي تفضلي استريحي يا بنت عمي العزيزة. قل لي بصراحة يا ولد العم. أنت الحين في إيش تفكر؟ أبدا. أنا أبغاش تعتبري هذه الشركة شركتك. وليش ما أكون شريكة فيها؟ الله أكبر،
هذا الشيء يسعدني ويفرحني ويبهجني يا بنت عمي. بس الشركة خسرانة ومديونة. لا تستغرب، أنا ممكن أكون صغيرة لكن ممكن أعرف، وإذا الشركة كذا حالتها فكيف أكون شريكة فيها؟ هذه طلعت ما سهلة، أبوي ما غريب عليها، هذه بنت عيد لها سم. ها وين سرح؟ لا أبدا، أنا سرحت في الشركة. طيب قولي لي، أنت ليش تبغي تكوني شريكة معي في هذه الشركة وأنت تعرفي أن هذه الشركة خسرانة؟ أي شخص يدخل معك شراكة والشركة مديونة يتوقب عليه أقل شيء أنه يدفع ديونها. نعم نعم الأخ نافع، أقصد عقيلة. وكونه يدفع ذيك المبالغ يعني بتكون الحصة الأكبر من نصيبه، لأنها تعتبر أموال تأسيسية للشركة على اعتبار أنها تبدأ من جديد. من جالس يكلمني أنا؟ إذا أنا بكون هذاك الشخص اللي يدفع الديون يعني بيكون نصيبي فوق 50% والإدارة الأولى تكون عندي، ما كذاك يا ولد العم؟ أبوي لحقوا علي، هذه بتبيعني الشركة من أول ساعة تدخل فيها. أنا عارف إنه كلامي ما مريحنك، بس لا تستعجل، خذ وقتك، خذ راحتك ورد علي. من وين طلعتي لي أنت الثانية؟ أنا ما سألتني سلام، اطلعي لي أنت بعد. وإذا ما عجبنك عرضي بشتغل في الشركة عندكم كمحاسبة، أستلم راتبي حالي حال أي موظف. سلامتك يا حارب سلامتك، يعني أنت ناقصت لك هذه الحمى بعد؟ عقيلة هي اللي حممتني، كنت أعتقد أني أضحك عليها بكلامي، طلعت وحدة بخيلة أبخل على أبوها العسم. والله لو ما أخذ ومعطي معها في الكلام كان خذت مني هذا البيت بدون ما تدفع شيء لبرا. أنا أقول لا ما تشاركها، شوف لك طريقة ثانية. الطريقة موجودة، بس وافقي لطيفة وافقي. لا تقول لي عاد سالفة بيع العمارة. الشيمة كان في الشيمة، إذا ما تبيعيها رغنيها وبفلوسها بندفع ديون الشركة وبتكوني أنت شريكتي مع هذيك اللي اسمها عقيلة. الشيمة سمعيني طيعيني، أنا بعالج زوجي ساعديني. الحل هذا خلي في الآخر، أول أنت شوف كم لك من الورث. دوش تقولي لي شوف طريقة ثانية ومسوية نفسك خايفة علي مو قاش؟ ها؟ يعني الطريقة الثانية لازم تطيح على راسي أنا؟ بعدين أنا إيش اللي يضمن لي أنك بعد ما ترهن العمارة وتسدد ديونك الشركة ما تخسر مرة ثانية؟ سكتي سكتي انطمنتي وكلامي شاذ، ما دام ردش انتي زوجتي كذاك كيف بيكون رد عقيلة؟ أنا أبوي ما حد بيساعدني إلا ود عمي سلام، أما أنتي غيبي أنتي وعمرتش. طلعت ما سهلة هذه العقيلة. لما تكون المناورات أكثر من اللزوم الذخيرة تنقص وتكون هناك مشكلة، وهذا اللي صار معك. اسكت انت اسكت، انا جالس اكلم عمك سلام. والله رشيد عنده حق، مجاملتكم لعقيلة واهتمامكم بها هو اللي خلاها تقول اللي قالتها. فكروها مجنونة ولا غبية على نياتها؟ انتوا باغين تجننون ولا ايش؟ انا تو جاي اطلب منكم الحل، ساعدوني، مالكم الله يديكم. معقولة حارب يريد الحل من سلام؟ وسلام عند الحل حارب. عقب أرجوك الشيمة كان فيك شيمة، الحقني بي وساعدني وخلصني من هذه المشكلة.
الحل بسيط يا اخوي يا حرس. هو انك ما تعتمد على ورث عمك عيد اللي تريد تحصلها عن طريق عقيلة، هذا هو الحل. كيك 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 اللي سمعته يا حرم. ايش من كلام هذا؟ هذا هو الكلام، واكيد بتحصل الطريقة المناسبة. اظهر وبان وقول انك باغي تستفرد بالوقت بنفسك في كرشي، قول. لا حول ولا قوة الا بالله. انا اريد اعرف مخك التنك القوت المصدي هذا خلاص مبرمج على الورث صار؟ مخ التنك المصدي هذا كاشف انك يا سلام وكاشف ملاعيبك. لا وبعدني جاي اخذ الحل من عنده. نسيت اني جالس اتكلم مع ثعلب صاحب مقالب وملاعب. اسمعني بقى، اسمعني زين، شغلك هذا خلي حالك، اما انا هذه حالة ابوي دائما اتكالي. يقولوا وسارق الديك فوق راسه ريشه. قبل لا تتكلم عن اتكاليه ابوك يا رشيد، شوف اتكاليتك انت. انا اتكالي؟ اتكالي وطفيلي بعد. عم سلام انا لا اسمح. تسمح ونص، ليش ما تسمح؟ شوف على نفسك، مين اتكالي؟ خريج، خريج وما استفاد من شهادته، عايش ومتكل على امه وابوه، عايش اسير لمعاناه سابقه، هارب من الدنيا والواقع. هذا هو انت يا رشيد، هذا هو. اذا فكرت في كلامي وحصلت غلط تعال قول لي. الحين معقولة أنا كل هذا الكلام اللي قاله عمي سلام؟ أنت كل هذا وأكثر يا عقيلة، تريدي تزعلي زعلي، لكن هالحقيقة. بس هم كانوا يريدوا يستغلوني وأنا تصرفت معهم بحكمة. لا أنت تصرفتي بعيارة، يعني أنت تعرفي أنهم يجاملوك وتوافقي تاخذي هداياهم. ليش سكتتي؟ ردي. انزي قولي لي، انت ليش ما تصرفتي معي مثلهم؟ لاني ما محتاجة لفلوسك، انا محتاجة لشيء اكبر واغلى من الفلوس، محتاجة محبتك، محتاجة صدقك معي. وحتى هذه انت بخيلة فيها، انت عقيلة بتظلي طول عمرك ما راح تفهميني. عشان وحدة ما عرفت قيمتك تصير كذا يا رشيد. أصير إيش؟ يعني ما تتقبل الناس، ما متقبل أي شيء. شوف نافع، انا ما بطلع من مكتبك الا لما اعرف كل شيء. اهدى اهدى يا حارب عشان نعرف نتفاهم. انا ما بهدى الا لما اعرف عن الوصيه وعن الورث وعن عقيله وعن سلام. سلام اتكلم، ليش ساكت؟ ساكت لانه ما متقبل اي شيء مني، هذا هو مريض كذاك. ليش انت ما جاي معه؟ جاي معه، وهو اللي طلب مني اجي معه، بس اخاف اتكلم ويزعل. انت ما تشوفه كيف منتفخ شويه وينبط؟ نافع انا ابغى الكلام منك انت، قول لي ايش صار في الوصيه وبسرعه. والله انا خايف مثل ما قال سلام، خايف انك تنبط. يا اخي انبط انقشع اصير اغتم
انتوا ما يخصكم، انا ابغى اعرف عن كل شيء. سلام. خلاص بطه ما دامنا باغيين بط، ايش تسوي بعد؟ اذا نسمع يا حارب، الوصيه تقول ان سلام هو الوصي على عقيله والمسؤول عن اموالها. حارب مالك ليش تفافي كذاك؟ مالك الله يهديك، هاي لا يموت علينا. وقول ابو خد، هذا ايش يقول؟ اكيد ما جعل السغن، هذا مصدوم الحين. الظاهر انه فعلا فقد النطق بسبب الصدمه. خلينا نوديه المستشفى. لا بنوديه البيت ونتصل بالدكتور راشد. ها دكتور طمنا. انتوا خلوه يرتاح الحين، واذا ما صار بخير حاولوا تنقلون المستشفى ان شاء الله. احسنت. الله يعطيكم العافيه. تفضل. ريتني وافقت ورهنت العمارة ولا يصير فيك كذاك. أتوقع أنه هذه الحالة عرضية نتيجة صدمة معينة. المهم بكرة بنعرف. أنتوا الحين ريحوه ولا تضغطوا عليه بأي شيء. إحنا من جهتنا يا دكتور عندنا المسألة هينة، بس هو الله يهديه بروحه عنيد. إنزين أنا بستأذن. طيب أوصلك دكتور، تفضل. نعم، ايش تريدي؟ ما كفايه؟ جاي اطمن عليه. هو بخير ما في شيء، واللي جاء بسببك. طبعا لا. من قالك هالكلام؟ أسمعك يا سلام، أسمعك. يريدني؟ زين بالأول خلي يرجع صوته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيه بس يا أخي كيف نقدر نتفاهم معاه؟ أنت بتلاغي؟ زين بمر عليكم اليوم. طيب مع السلامة. إيش هذا الحالة الغريبة؟ معقولة؟ كل هذا يصير حال حارب؟ الله يلعن الفلوس وسيرتها. آه لا تلعني الفلوس، الفلوس ما لها ذنب. الذنب فينا نحن، كيف نتعامل مع الفلوس وإيش نسوي عشانها وإيش نقول. الفلوس هي اللي خلت حارب غتم ما يتكلم. صحيح، لما نتهافت عليها أكثر عن اللازم. إنزين يعني حارب يظل كذا كثير؟ أنا بصراحة مشتاقة أسمع صوته. آه لا تخافي، بتسمعين صوت البلبل المغرد. اطمني، الدكتور قال انها حالة عرضية وبيرجع لصوته. انا بعرف هذا الدكتور، ما عنده غير هذه الكلمة، حالة عرضية وحالة عرضية. معلوم، ترى هذه الحالة ما تستوي الا حلو لهذا العسل. اقول لطيفة، ليش ما خليتي عقيلة تطمن على حارب؟ ايش اصلا
كل هذه المشاكل من عقيلة المنحوسة؟ لا حدك عاد، البنية ما لها ذنب، يكفي انها حاسة انها هي السبب، هل انتي لا تزيديها؟ صدقيني ما انت السبب في الحاله اللي فيها ابوي. انت ما سمعته يقول ويأشر علي غيظه غيا غبب. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش هذا؟ هذا كلام ابوك، والعم سلام ترجمها، الترجمه تقول عقيله هي السبب. سبحان الله، لما الواحد يفقد القدره على النطق. لما العم سلام واجهني بحقيقه الحاله اللي انا فيها فجاه فقدت القدره على النطق، كاني نسيت كل الكلام. تعرف انا بعد سكت لما سمعت كلام هند. وأبوي فقد النطق لما عرف أنه بيطلع من السالفة بدون فايدة. هذا معناته وتحليلياً أنه كل واحد معرض فينا أنه يفقد القدرة على النطق. صحيح، ولعدة أسباب مختلفة. أسباب كتبت أسباب كتبت أسباب. في ناس يقولوها كذا. موجود 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 ان شاء الله موجود 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 أبوي ترجم إيش غو 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 إيش يقول؟ قول تكلم. هات هات. يقول غو 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 بابا. يقول لك كمان فهم عن الوصية. غببة قصدي فهم يا نافع، فهم غو بابا غب. زين، العظية وما فيها قصدي الوصية وما فيها تقول أن سلام هو المسؤول والوصي عن التركة. ووصية عمكم عيد ما فلوس، هي عبارة عن مشاريع، يعني أراضي، عقارات، عمارات، سيارات. وأهم شيء في الوصية أنكم ما تتقاسموا الورث. يقول لك لا 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 لا، ما يمكن. لا يقول لك ما وافق أبدا، ما يمكن، هذا ما يمكن. خليني أكمل يا حارب، وبعدين عاد كيفك، توافق ولا ما توافق. يعني ايش؟ قول تفضل. هات. اي كنت اقول ان الشرط الاساسي في الوصية انكم ما تتقاسموا الورث ابدا، لان مثل ما قلت لكم الورث عبارة عن مشاريع تشتغلوا فيها انتوا الثلاثة، عقيلة وسلام وحارب، وكل واحد ياخذ حقه حسب الارباح. الحمد لله رب العالمين. نطقت، رجع لك النطق. وما حصل كل هذا سلام؟ ما يقع للنطق، يقع للنطق والسمع والبصر والبصير. ليش ما قلت لي؟ ليش ما خبرتني يا نافع؟ خليتني أبغبغ. الله يهديك. تراك انت الله يهديك دومك الا مستعجل. قلنا لك هذه مشاريع وامور يبغاله حل منكم انتوا الثلاثة. يعني قصدك فيهن مشاكل؟ هي مشاكل الله يديك، ما لك سلام قاعدة. ما تسمع يقول لك أمور، يعني فيهن شيء معقد. تحليل سلام صح، في المشاريع هاي هناك أمور 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 كثيرة بعد. الله أكبر عليك يا عم الأحسن، ما مخلفنا إلا أمور ومشاكل، ها وربغ يهلكنا هذا. بالعكس، عمكم عيد الله رحمه كان حكيم في وصيته، بغاكم تتكاتفوا تصيروا إيد واحدة تتعاونوا. شبعنا عجل. إذن أبوي يقول لي متى بنعرف عن هذه المشاريع والأمور هذه؟ متى؟ قريب جدا إن شاء الله. قريب جدا. قريب جدا. هاي شربها باقي. ماذا أقول؟ سلام. نعم. أنت كيف عرفت تترجم كلام حار؟ أنا الله يسلمك ويسلمني بعد أيام زمان لما كنت أسوي مقالب وألاعيب، أسوي عمري غتم لما أريد أتعير على حد. يعني كنت تمثل عليهم شوي يا أبوي.
أقول ود العم. قولي بنت الراوي. زين بعدك تذكرت؟ صار لك زمان ما تناديني ببنت الراوي. ترى مرة يعجبك ومرة لا، مو هسه. أنت كل شيء يطلع منك يعجبني. زين قولي شيء في خاطرك؟ تراني ملاحظ إنك. عاد أنت قريتني مرة؟ مثل ما كنت جالس أقرأ الجريدة. الشراكة ما أريدها يا هند، لكن مو أسوي نحشرت فيها. ترى أنا حاسة أنها بتجيب لك مشاكل خاصة مع حارب. ما أقدر أنسحب لأنها وصية، الوصية لازم تتنفذ. والله ما أعرف إيش أقول لك. لا تقولي شيء، جهزي نفسك، تراش بتكوني شريكتي. لا 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 لا، ما يصير وما يستوي. أظني هذا من حقي. حقي أنا متذكرينه زين، وما في داعي تكوني شريكتي علشان تضمني حقك. اللي يسمع كلامك ويشوفك الحين ما يقول إن في يوم من الأيام طلبت مساعدتي. شي مسكتي؟ لا تذكريني، لا تذكريني بديك الوقفة اللي وقفتيها معي. أنا سمعت عن الزوجة اللي تكون في عون زوجها، لأني ما شفت إلا بعد ما وقفتي معي ديك الوقفة وبعت العمارة وقلتي لي خض يا حارب، خض الخيط والمخيط. إيه ما نسي أنا. أنا عارفة أنك أنت جالس تتنقم بي، لكن ما علي، أنا مستعدة من الحين أبيع العمارة وأكون شريكة معاك. والحين الحين ما يصير أبويا عاد، لأني أنا مسويني أعقب الشركة ومشاكلها وديونها، ويكون تركيزي وسهر ليلي وقلع عيوني في الشراكة الثلاثية. أنا إذا بيكون لي شريكة فهي بنت العم عقيلة. وبكرة بنقوم بالتحسينات اللازمة. ما تبغي تموتي؟ قصدي ما تبغي تنامي؟ لأن النوم نص الموت. أنت موت قبلي؟ أقصد نام قبلي؟ سيطر على كل شيء. صباح الخير. صباح النور. تتريقي وحدك؟ تقريباً خلصت والحمد لله. أنا قررت أني أشتغل في إحدى المجلات. مبروك، هذا شيء جيد، ليش لا؟ بس؟ هذا اللي قدرت تقولي؟ عفواً، ما فهمتك يا أخ رشيد. على فكرة
انت اول واحدة انا فتحها في هذا الموضوع، ما توقعت ردك يكون بهذا البرود. رشيد، هذا موضوع حياتك ومستقبلك، يعني هذا الموضوع يخصك انت قبل اي شخص اخر. بس انا ما اشوف الشخص اخر. يمكن انا اشوفك شخص اخر. توقعت انه يهمك انت بالذات. ما عليه، يمكن كلامنا في الفترة السابقة اعطاني هذا الاحساس. رشيد، انا عندي اجتماع في الشركة ولازم اتحرك. فاهم فاهم، رسالتك وصلت. كلكم صنف واحد. ناقص انا اربط نفسي